السلام عليكم. نعم، يسأل ما حكم قيادة المرأة للسيارة مع الالتزام بالنقاب والضوابط الشرعية مع ذكر الأدلة فضلا؟ ليس في الباب أدلة صريحة في السيارة، إنما في الباب أدلة في الدواب عموما. المرأة كانت تركب الناقة، تركب الفرس، فالنظر في هذه المسألة إلى المفاسد والمصالح. فثم بلاد قد تمنع فيها المرأة من قيادة السيارة لما سيتولد من فساد، وبلاد أخرى يكون أخف الضررين أن تقود المرأة السيارة. فإذا كانت المرأة ستنتقل مثلا في القاهرة من مكان إلى آخر، وهي بين أمرين، إما أن تقود السيارة من مكان لآخر ليس بمسافة سفر داخل المدينة المكتظة بالسكان، أو تركب في سيارة ميكروباص تحتك بالرجال، فأخف الأضرار حينئذ قيادتها. أما بلاد أخرى قد يختلف الحكم بناء على المفاسد والمصالح، والله أعلم.